السيدة انتصار السيسي عن نساء مصر في يوم المرأة العالمية، صوت الضمير والرحمة وأيقونة التفرد في العمل الوطني الإنساني. الرئيس الأمريكي: أعطيت أوامر بإنشاء ميناء لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وزارة الإسكان تبدأ تسليم وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل. وزارة التعليم تستهدف زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 في غضون عامين. الصحة الفلسطينية: 8 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة، وعدد شهداء غزة يقترب من 31 ألفاً.